هنا العريش، حيث عادت الفرحة تعم أرجاء وربوع المدينة بفضل جهود القوات المسلحة المصرية. واليوم تشهد أرض الفيروز فرحة أبنائها، حيث يقيم حزب حماة الوطن حفل زفاف جماعي لعدد من أبناء العريش، وذلك بحضور الأهالي وعدد من المسؤولين. محافظة شمال سيناء بالكامل كلها موجودة اليوم لتشاهد هذا العرس وهذا الزفاف الجماعي اللي بيتبناه أمانة حزب حماة الوطن بشمال سيناء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عدد كبير ساعدنا في زواجهم، زواج متكامل يعني في جميع التجهيزات، تم التجهيزات بمعرفة أمانة شمال سيناء، وفي حشد كبير جدا اليوم. حضرتك شايف الحشد بالألفات، الناس كلها سعداء هذا الاحتفال اللي بينفذه حزب حماة الوطن. كل القيادات المركزية وكل أمناء الحزب وعدد كبير من السادة النواب النهاردة جاي بيحتفل بأبنائنا وبيحتفل بعودة سيناء من براسم الإرهاب الغاشم، وبيحتفل بانتصار قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة على أرض سيناء. والحقيقة أجواء كلها بهجة وفرح وسرور. الحمد لله رب العالمين، احنا في يوم احتفال ويوم ازدهار ويوم جديد ويوم ميلاد جديد على أرض الفيروز الحبيبة، وبنبعث رسالة أمل من على أرض الطبيعة والجمهور اللي موجود والناس اللي على الأرض شايفة كلها إن احنا جاهزين، استثمار موجودين، تنمية موجودين. بنقول لكل العالم أهلا بيكم. بنشكر حزب حماة الوطن على الزفاف الجماعي، وإن شاء الله تتكرر مرات عديدة يعني، وألف مبروك للعرسان جميعا. ربنا يتمم لهم بخير يا رب إن شاء الله. ولولا حكمة سياسة سيادة الرئيس ما كناش قدرنا نقعد هنا في المكان ده حوالين القصد الكبير دوت. ويستمر حزب حماة الوطن في القيام بدوره المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الوطن، والتكفل بنفقات الزواج للعديد من شباب وشابات مدن وقرى محافظات مصر، تنفيذاً لرؤية قيادات الحزب والقيادة السياسية لخدمة المواطن المصري والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع. والله سعيدة جداً لأن ابن خالد بقاله 6 سنين خاطب، والحمد لله ربنا كرمه وهو النهاردة هيتجوز. قد إيه إحنا سعدة باللي بيحصل النهاردة، والأول مرة في تاريخ حياتنا نشوف اللي بيحصل النهاردة في سيناء دوت. شيء جميل منكم، جميل جميل، وحياة الرئيس والله، حقيقي والله العظيم. أنا مبسوطة خالص اللي ربنا كرم العرايس دول، ومتشكرين للرئيس، ومش عارفة أقول إيه، ربنا يخلي لنا يا رب. واليوم شكرا على كل اللي عملتوه، على العفش وعلى الفرح وعلى كاتب الكتاب، على الفرحة اللي وصلوها لنا دي حاجة جميلة، وأدخلت الفرحة والسرور والسعادة على ناس من البلد، وإحنا جايين نشاركهم فرحتهم ونحضر معاهم التجمع الجميل ده. أولاً بنشكر ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله، وبنشكر حزب حماة الوطن، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود العظيم ده. والله شكرا، احنا مش كنا متوقعين ان يحصل كده، بس والله الفرح جميل، وعمري ما شفت فرح زي كده اصلا. بشكر اكيد حزب حماة الوطن على كل حاجه هم عملوها. احلى فرحه. حزب حماة الوطن وعد ونفذ وكتر الف الف خيرهم، وشكرا لكل من ساهم من اكبر واحد لاصغر واحد، ربنا يجزيهم خير ان شاء الله يتقبل منهم. الف الف شكر فخامه الرئيس. الله يبارك لهم والله، والله يعني ناس جدعان. يوم جميل، ليلة جميلة قوي. شكرا جدا سيادة الرئيس. بشكر حزب حماة الوطن على المجهود الجامد اللي عاملينه معانا. على مدار قرابة 3 أشهر استمر العمل على قدم وساق لإتمام كافة التجهيزات لهذه الليلة المميزة التي عمت فيها الفرحة أرجاء مدينة العريش، وأحياها نخبة من ألمع نجوم الغناء من سيناء وخارجها، وذلك بحضور العائلات والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقيادات الحزبية. حاجات زي كده نقول إيش إيش يعني، كان زمان كده في عندنا المصطلح ده، لما تبقى الحاجة حلوة وجميلة ومبهجة وشياكة ومبهرة فقولك إيش إيش الجمال ده. هذا الحقيقة
اللي عملوه حزب حماة الوطن، إن هم أشاعوا جو من الفرحة والبهجة لدى أهالينا في العريش. عدد كبير جدا الحقيقة من أبناء العريش اتعمل لهم هذا الزفاف الجماعي، وبالتالي مئات بل آلاف من المعازيم كانوا موجودين. الناس فرحانة، الناس سعيدة. ده هنا انعكس إليك شيء يوريك إزاي الدولة المصرية ككل بتشتغل لأجل الكل، لا تفرق ما بين الصعيد والدلتا وشمال سيناء وجنوب سيناء، الكل واحد. طيب تيجي تقولي طب يعني ايه؟ اقولك يعني شوف كده، ادي المؤسسات الحزبية، شايف منها مثلا حماة وطن هو بيعمل حاجة بهذا الشكل من الرقي والنظام، وفكرة البهجة والفرحة اللي ملت قلوب العشرات من العرايس والعرسان. كل ده بيوريلك ازاي ان مصر وطن واحد، شعب واحد، دولة واحدة كلها بتشتغل عشان خاطر المواطن. مبروك للعرايس والعرسان، والحقيقة نرفع القبعة لحماة وطن على يعني هذه البادرة الرائعة واللي بإذن الله تتكرر كتير.